في كل صباح تستمد قوتها وعزيمتها من بطل ككل الأبطال الذين آمنوا بالوطن وجعلوه قضية وجود وحياة، فكانت دماؤهم نوراً لنكمل نحن مسيرنا في الحياة. كنت أتواصل معه وأحكي معه، قال له يا علي يا ابني تعال ضيع، يعني أشوفك أشبع منك أشوفك، لأني 3 سنين ما شفته. يقول لي يا أمي أنا دجي وغيري دجي ما خرج، يعني أجي لأني الوطن غالي ولازم نقدم يا أمي، نقدم روحنا له وروحنا بترخص له. الحمد لله يا رب، أنا بفتخر في ابني علي، أني لأني أدى الأمانة، كثير فخورين فيهم، وأنا بشكر كل أم ضحت بأولادها وشبابها لهالوطن، لأني لو ما هالشباب ما ضل الوطن. هي عزيمة، إصرار وصلابة تلمحها في عيني أم الشهيد، فمن عظمة وجودها نستمد القوة لنكمل مسير أبطالنا ونساهم بإعمار وطن تعمد بالدماء الطاهرة.